السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربة سريعة لإكسار نبات الثرو. دي البذور لسه شايلة حالا من الأم. بذور الثرو قصيص صغير، تربة خليط من الرمل وفرم كومبوست، قطعة بلاستيك شفافة خفيفة صغيرة هنغطي بيها القصيص بعد الزراعة، أستك عشان نثبت البلاستيك على القصيص. الأول هنطلع البذور من داخل الثمرة. لحظة واحدة، ده شكل البذور بعد ما خرجناها. هنبدأ نحطها على وش التربة. ندخلها جوه السنة كده. نحاول نبعدهم عن بعض عشان ان شاء الله لما نبته تبقى النباتات بعيدة عن بعضها واخدة حقها، مبقاش في تنافس. تمام كده، وضعنا البذور، غطيناه بطبقة خفيفة من التربة. بعد كده هنروي. مع الطرف كده بالراحة. لازم المية الزيادة تطلع من تحت عشان ما يبقاش فيه مياه راكدة. بعد كده نغطي بالبلاستيك. غطينا القصيص بالكيس الشفاف البلاستيك وثبتناه بالاستيك. ان شاء الله بعد اسبوعين من النهاردة نكشف عنها ونشوف النتيجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.